كشفت السلطات الأمنية في محافظة يب عن هوية الانتحاري الذي فجر المركز الثقافي والذي استهدف المشاركين في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في نهاية ديسمبر الماضي، وراح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح. وأوضح مدير عام شرطة المحافظة العميد الركن محمد الشامي في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالمحافظة، أوضح أنه تم إلقاء القبض على عناصر من الخلية التي خططت للتفجير، وأن التحقيقات الأولية تجري مع من تم القبض عليهم، فيما تقوم الأجهزة الأمنية بملاحقة بقية أعضاء الخلية وتقديمهم إلى العدالة. الانتحاري يعني رأسه وبقية أشلاء يعني وحددوا هويته متحفظ على رأسه. أيوه. اللجنة الذي بتحقق في الموضوع كان هناك لجنة التحقيق في القصور الذي حصل وأسبابه، وبناس موقوفين على ذمة هذا الموضوع، وحصل تداخل في الاختصاصات بين أن كانت يعني فعالية دينية وكانوا اللجان الشعبية يأمنوها أو كان الأمن يأمن. كان هناك اختراق من حيث دخول شخصيات مع مرافقي نفذ من خلالها الانتحاري، إنما يعني الاختراق حصل والإجراءات تمت.